عندنا اخبار حلوه الحقيقه، ما هياش فريش يعني، ما هياش النهارده، هي من امبارح. مينا دمياط رجعت له ناقلات الغاز المسال بعد 8 سنين توقف، استقبل ناقله غاز مسال، رفع علم جزر المارشال متجهه لبنجلاديش، اتحملت ب 60,000 طن غاز مسال وشحنه ثانيه على ناقله هولنديه متجهه لاوروبا، والاساله تمت في مصنع دمياط لإسالة الغاز. سعته 7.5 مليار متر مكعب سنويا أو 5.5 مليون طن سنويا، بيدي كفاءة أكتر من 90%. رصيف المصنع في ميناء دمياط بيسمح بتحميل وتفريغ سفن حمولتها من 40,000 ل 200,000 متر مكعب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وامبارح برضو مصر وفلسطين الحبيبة وقعوا مذكرة تفاهم لتطوير حقل مارين بتاع الغاز الطبيعي قدام ساحل غزة. التوقيع كان في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس والوفد المصري برئاسة وزير البترول المهندس طارق الملا. وقع من الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار، ومن مصر مجدي جلال رئيس القبضة للغازات الطبيعية. مهندس طارق الملا اتفق مع رئيس الصندوق الفلسطيني على ان يبقى في تسريع لتطوير حقل الغاز عشان يبقى في حل جذري لازمه الطاقه في قطاع غزه، ومحطه جنين يجي لها الغاز بشكل مستمر. الطرفين اتفقوا على ان يبقى في تعاون مع الدول الاعضاء منتدى غاز الشرق المتوسط عشان نسرع تطوير حقل غاز غزه. الرئيس محمود عباس بيقول ان الاتفاق ده استقبال للخطوات العميقه بين فلسطين وبين مصر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرعى العلاقات وهو اللي دعم الموضوع ده، وخصوصا منتدى متوسط للغاز. قال في قضايا تانية كتير بيساهم فيها الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية، وخصوصا اننا بنناقش الايام دي ملف الانتخابات اللي الحوارات بتاعتها بتتم برعاية مصر، وده غير جهود مصر والاردن في اجتماعات وزراء الخارجية العرب وأهمية الاجتماعات الأمنية اللي حصلت في مصر مؤخرا. يبقى إيه؟ يبقى لن يتعالى على مصر لا فرد ولا دولة بعد الآن. بعيدا عن الكلام الحنجوري، مصر تعمل في صالح شعبها وفي صالح الشعوب الشقيقة وفي صالح الجيران وفي صالح سلام واستقرار المنطقة. مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني. أرجو أن رسالة تبقى واصلة للشعب الفلسطيني. مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الليبي. أرجو أن الرسالة تبقى واصلة للشعب الليبي. مصر لم ولن تتخلى عن الشعب السوداني. أرجو أن الرسالة تبقى واصلة للشعب السوداني. أخذ الكلام ده وأكرره على كل 22 دولة عربية، وأكرره على 50 دولة إفريقية، وكرروا على كل الدول اللي مد ايديها لمصر ومصر مد لها ايديها. ولكن لن يتعالى على مصر لا فرد ولا دوله.